رياضة التجديف، وكلنا ممكن نكون عارفين رياضة التجديف وأهميتها كرياضة مختلفة بتساعد على تأسيس القدرة والقوة البدنية لجسم الإنسان. لكن النهاردة عندنا مفهوم جديد بتحاول أسماء الزهيري بطلة مصر في رياضة التجديف توصل لنا المفهوم ده. ليها طريقة وليها أسلوب مختلف عن هذه الرياضة بتحاول توصله وتنشر رسالتها من خلاله. ده اللي هنعرفه مع أسماء اللي بتنضم لينا عبر تطبيق زوم. صباح الخير عليك يا أسماء، وأهلا بيكي معانا في صباح الخير يا مصر، ويعني الصورة جنبك رائعة. صباح الخير عليكم. ايوه احنا عاملين النهارده احنا طالعين من على النيل لايف. صباح النيل وصباح مصر الجميله دايما. صباح الشمس والهواء والميه. عرفينا كده يا اسماء وعرفي المواطن المصري البسيط عن رياضه التجديف. رياضه التجديف يعني من اقدم الرياضات الموجوده في مصر، يعني هي رياضه غير انها رياضه بدنيه وبتشغل كل عضلات الجسم، هي اصلا كمان رياضه تاريخيه. يعني مصر لو هتسأليني التجديف بدأ فين؟ التجديف رياضة فرعونية، بدأت في مصر القديمة. في مصر الفرعونية موجود صور المراكب التجديف والناس اللي بتقدس على المعابد في الأقصر وأسوان، في أي حاجة فيها حضارة فرعونية هتلاقي المراكب موجودة على جدران المعابد. اشمعنى اخترتي التجديف يا أسماء؟ أفندم؟ اشمعنى اخترتي التجديف؟ اشمعنى التجديف؟ التجديف اول ما بداته كنت محتاجه حاجه اغير بيها جو واسلوب التمرين بتاعي. يعني انا بتمرن ورياضيه، كنت بعمل حاجات ثانيه وكنت بجري وبعمل رياضات مختلفه وبتمرن في الجيم، لكن التجديف بصراحه كان من الحاجات اللي لفتت نظري عشان طبيعته، في انه في اوت دور، في مكان مفتوح، في هواء، في ميه، زائد انه كان شكله حلو قوي. انا وانا بجري الصبح على كوبري الجلاء ولا كوبري عباس كنت بشوف المراكب بتاعت النيل وكان شكلهم جميل قوي، كان يخلي الواحد عايز يقف يفهم ايه اللي بيحصل من كتر ما فيه سلاسه وفي شكل هدوء نفسي ولكن المتعارف عليها انها رياضه تنافسيه، فمش اي حد يقدر يلعبها، ليها متطلبات معينه. لكن لما بدات لقيت انه ده كان فكر ممكن يتغير، فكر ممكن يشجع الناس تجربها في اي عمر، في اي مستوى لياقه بدنيه من غير ما يبقى قلقان. وده اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي في الاكاديميه بتاعت سكالام بليت في المعادي. انت بتحاولي تخلي الرياضه دي رياضه شعبيه لكل الناس. مظبوط، وليه لا؟ عندنا النيل فول بعض، وعندنا الناس حابين يجربوا حاجه مختلفه، خصوصا دلوقتي بعد الكورونا. احنا في الهواء، في الصل، في مسافه كويسه بيننا وبين كل واحد في المركب، فالحقيقه ده مفيش وقت احسن من كده الناس تجرب تأديف. هل في سن معين او مستوى لياقه بدنيه معينه لازم تتوفر في الانسان عشان يبتدي رياضه التجديف؟ خالص ابدا، او اكيد لك. طيب انا عارفه ان انت بتدعمي، عندنا 9 سنين وعندنا اكبر سن 53 يمكن 55 سنه. وكل اللياقات البدنيه انت بتيجي تتعلمي رياضه ومنها بتعملي اللياقه البدنيه. فاي حد مرحب يجرب تأديف في اي وقت. طيب اسماء انا عارفه ان انت بتمرني مرضى سرطان الثدي وبتدعمي بهية، واحنا في شهر اكتوبر ومن صباح الخير يا مصر بندعم جميع مرضى سرطان الثدي في العالم. لو تقولي لنا ايه كنت بتحسي بايه وانت بتعملي ده ومردود ده على المرضى؟ زي ما حضرتك قلتي، يعني هو الشهر ده شهر طبيعيه عن سرطان الثدي، ودي قضيه عزيزه وشخصيه كمان بالنسبه لي. وعشان انا بدعم انه الرياضه هي وسيله تقويه لكل ست، لانه السرطان ده مرض عايز طول بال وعايز تحمل، وعايز سبورت، عايز دعم من كل اللي حواليكي، والرياضه ده من احد الاساليب اللي بتعمل ده، وبتقدم الدعم النفسي كمان مش بس الدعم الجسدي لاي حد مر بالتجربه دي او بيمر بيها دلوقتي عشان يتعافى. فكنا سعداء قوي قوي ان بهية كانوا من المبادرات اللي احنا كانوا متشجعين ان هم يشجعوا الستات انها تيجي وتقدف، واحنا سعداء جدا ان احنا نقدم حاجه زي كده، اني الاقي ما حد بيجي يقدف التجربه اتبسط بيها نفسيا وجسديا وغير جو بشكل يساعد على سعادتي. دي حاجه انا ببقى فخوره جدا جدا اني سعدت برياضتي اني اقدمها لاي حد محتاج يجربها. بالتاكيد يا اسماء. طيب كنت كمان عايزه اسالك، اكيد الرياضات اللي بتتلعب في المناطق الاوت دور او في المناطق المفتوحه بتكون دايما مرتبطه بتقلبات الطقس، بتعملوا ايه في الاوقات اللي زي دي سواء لو كان الجو حر قوي او في تقلبات مطر او تراب او كده؟
ده سؤال جميل قوي قوي. اولا هو فعلا يعني هقول لك الجزء الايجابي من الجزء ده، يعني ان احنا فعلا في الاوت دور وبنجرب اجواء مختلفه، ده اللي بيخلي تمرينه مختلفه كل مره. يعني كل مره احنا بنتعامل مع عوامل طبيعيه محتاجين نقدس فيها بشكل او ما عشان نستمتع بالتمرين، فما فيش تمرين شبه الثاني. فده اصلا عامل من عوامل الاستمتاع بالرياضه، ان انت تيجي يوم النهارده الهواء عالي، تيجي يوم الهواء النهارده لذيذ المايه مش عاليه، فانت بتأدي في كل الظروف اللي انت المفروض تحطي فيها. عشان كده فكره انه الرياضه بتاعت التأديب بتساعد على المنتال توفنس، يعني بتخلي الواحد عنيد شويه، بيقدر يتعامل مع الظروف اللي موجوده. لكن لما تيجي كمان عشان السيفتي والامان، ده جزء مهم جدا ان احنا بنلعب رياضه، لما يبقى الجو ما بيسمحش ان احنا نطلع، عندنا دايما التجديف الداخلي، فعندنا دايما ان احنا نقدر ندخل، عندنا اندور اريا بنتمرن فيها، بنعوض التمرين اللي احنا بنعملها في الميه على تمرين التجديف الداخلي الارجوميتر او الارجو مع تمارين اللياقه البدنيه الثانيه. فكده كده بتعملي حركه التجديف، بس بدل ما تعمليها في المركب بتعمليها على جهاز التجديف الداخلي او جهاز الارجوميتر موجود في معظم الجيمس وبيزاد عليه الطلب في وقت الكورونا. طب اسماء، يعني انا كمواطن عادي لسه بفكر ابتدي موضوع التجديف ده، هفكر كده بيني وبين نفسي ايه الاصابات اللي ممكن تجيلي من الرياضه دي؟ ممكن لو تقولي لي ايه الاصابات اللي ممكن تحصل؟ طيب حلو برضو، ما اعرفش ليه انت بحاول ابص على الحاجه الايجابيه اللي انت بتقوليها. بالعكس الاصابات اللي بتحصل دي بتحصل على ممارسه كتير، بشكل كتير بتعملي الممارسه. لكن بالعكس هو التجديف من الرياضات اللي عادة العلاج الطبيعي بيرشحوها لحد عنده إصابة. ليه؟ لأنها بقدر أقولك إنها low impact، يعني مستواها ما بيعملش حمل كتير على المفاصل وعلى العضلات، لأن أنت بتلعبي وأنت قاعدة، فلا أنت بتنطي في مكانك ولا بتحملي على مفاصل ركبتك ولا على مفاصل ظهرك. والتكنيك الصح لما حد بيجي بيتمرن بنهتم جدا بالتكنيك، لأن التكنيك الصح هو اللي بيمنع الإصابة. فبالعكس التجديف، كتير ابطال عالم اكشلي دخلوا التجديف ولعبوا تجديف لما اتصابوا في رياضات ثانيه عشان يعملوا اعاده تاهيل. فبالعكس التجديف من الرياضات اللي اقدر اقول عليها حنينه على المفاصل، مش بتسبب اصابات لو اتعملت بالتكنيك الصح، ودي حاجه اكدها لك من نماذج كثيره، يعني رياضيين احترفوا التجديف بسبب انه اصاباته مش كثيره. نعم، بتشغلي عضلات جسمك فبتعملي بالانس اكشلي، بتعملي توازن للعضلات اللي موجوده. بشكرك شكرا جزيلا اسماء الزهيري، بطله مصر في رياضه التجديف، وبشكرك على هذا المشهد الرائع من امام النيل.